يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مستقر في الرياض ولدي بيت آخر في بلد يبعد عن الرياض 300 كيلو. يقول أنا مستقر في الرياض ولدي بيت آخر في بلد يبعد عن الرياض 300 كيلو تقريبا، وأذهب إليه كل أسبوع أو أسبوعين. سؤاله: هل في هذه الحالة لي أن أقصر وأن أجمع الصلاة إذا سافرت إلى هذا البيت؟ نعم، إذا كان المستقر إلى البيت إلى البر ما هو للاستقرار، وإنما تذهب لحاجة أو نزهة، فإنك تقصر من حين تخرج إلى أن ترجع، إلا إن قمت بالبر مدة تزيد على 4 أيام فإنك تتم الصلاة. أو كان عندك ناس مقيمين يصلون جماعة صل معهم. نعم. أما في الطريق ذاهبا وآيبا تقصر الصلاة تجمع. نعم.